هاز فكرة جديدة أرجو أن تنال إعجابكم. الغاية من هذا الجهاز هو شحن بطاريات الليثيوم وبطاريات الدريل وهواي الشغلات، تقدر تفحص بيه وتقدر تشحن بيه أي شيء وتشغل بيه أجهزة. الفكرة هي أن الجهاز ينطينا من هذا المنفذ ينطينا 12 فولت وينطينا 5 فولت 5.4 بالعشرة، يعني تقدر تشحن بيه الهاتف التليفون، تقدر تشحن بيه مثل ما تشوفونها بطارية 12 فولت، وإذا رجعناها ارتفع العداد يوصل للصفر يعني اكتمل الشحن، وهذا الرقم يصير 12. والفائدة الثانية يشحن البطارية هاي اللي 5 اللي يصل 3.7 بالعشرة ينطيها 5 فولت ويشحن حال أي بطارية، يعني بهالشكل هاي. إذا أكو حمل زايد هاي اللي قوية الطاقة هاي نركبها هنا وننطي، شوف اشتغلت. هاي أكو محاولة ثانية تنطينا تيار دي سي عالي، خليناها بداخل الجهاز هذا التيار. أحريكم هذا الخط هو والله بشتغل مثل ما تشوفون، هذا خط 3.4 بالعشرة، خط 12 فولت. هاي السماعة فارغة، هذين السماعة طلعنا المحتويات اللي بيهن، دبينا المحتويات برا وخلت بس الأطار مالها، دمجت واحد بالثاني وشديتها براغي. هاي البراغي اللي مثل ما تشوفون بداخلها اكو وصلة. شنو اللي بداخله نشوفه؟ هاي الجهاز داخله، هاي المكونات اللي ضفتها انا له داخله، هاي الاسلاك، هاي الطبلة اللي هي باور سبلاي، هاي موجودة بالستلايتات نفس هاي الشبيحة مالتها نفسها، بس ديش مال ستلايت صغير. هاي هي اللي تشحن الليثيوم، لان بيها مخارج بيها 12 فولت وبيها 5 فولت وبيها 3 فولت، نظيفة تشحن البطارية الليثيوم بدون اي مشاكل بعد ما تخلي مصباحين. المحولة هاي محولة عادية تخرج لنا 12 و5 وتخرج 21 فولت، تقدر تشحن به البطارية مالت الدرج. ما بشي صعب وفد شي يعني حلو ومفيد ما موجود منه بالسوق. اكو شاحنات واكو محولات بس مو حسب الترتيب والذوق اللي تريده انت، وتقدر تشحنها وتقدر تصنعها بالبيت. والانارات هاي مثل ما تشوفوها تضيفها هنا الواجهة مالتي، ارقام تخليها الى هنا تلزقها على متعرف ال 12 تطفية. طريقة الربط حتى لا تنزل دني ما راح يصير دمج بي، لان بحالة تشغيل اول وحدة يفصل الثانية وبحالة تشغيل هاي يفصل هاي، فمن شغل اثنين تفصل الكهرباء الا شرط واحد ينزل يلا شغل. الفاليومات يعلن نفس الفولتية، بالاضافة لهذا الفاليوم هم خليته هنا يعني تتحكم بالفولتية مالت العداد هذا. تطفية تشغيل الكهرباء الرئيسية من هاي الدقمة وهذا البي. أرجو أن تنال إعجابكم هاي الفكرة البسيطة، ودعمونا بالاشتراك بالقناة، وشكرا لكم، وأي سؤال أو استفسار بالتعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.